عشان بس للاسف الوقت خلص مني. تمام. وعايز الحق هواري في نقطه مهمه جدا. هو كريم ندي بس انا كده ليك دخل القايمه تأيد خلاص مع اللعيبه اللي اوريدي موجوده من السنه اللي فاتت وفي مكانين. دي مش القايمه الاخيره. الاهلي يحق له الاستبدال، ممكن لعيبه هتيجي جديده تخش مكان القايمه وخرج منهم لعيبه عظمه جدا. عظمه جدا. اسوريو مصيره متعلق بالبطوله العربيه ولا اسوريو مكمل مع الزمالك الموسم القادم؟ لحد قبل البطولة العربية لا، الكل كان بيقول لك التجربة والحكم على البطولة العربية، وفي رأي كبير داعم للراجل انه حتى بغض النظر عن البطولة العربية، لكن خروج الزمالك يا كريم لا قدر الله من دور المجموعات هيبدأ يفتح الكلام على ان الراجل ممكن ما يبقاش موجود، رغم ان الراجل بيلقى دعم كبير جدا من ميدو من امير مرتضى. لكن ممكن مجلس الاداره يبدا بقى يفكر ان لا، الراجل بيعند او مش بيعند، مصر شويه على قراراته، مصر على اسلوبه، مش واقعي، هيبقى ريسك لو دخلنا بيه الموسم الجديد بهذا. فانت بتقول لي هو مسافر كان 100% مكمل مع الزمالك الموسم القادم. لو خرج من دور المجموعات ممكن تخش في مرحله شك. في مرحله شك بقى تبدا تتكلم بعد البطوله العربيه، وبالمناسبه بعد البطوله العربيه هيبدا في كلام كمان على لعيبه ان هي تمشي، وده كنت قلته لك الحلقه. قول لي بسرعه زي مين؟ زيزو هيبدا يشوف العروض اللي عنده. زيزو عبد الغني هيبقى هيتكلم انه عايز يطلع. في لعيبه تانية جايه لها عروض، فيعني هنشوف كلام كده بعد البطوله. هواري منور كالعاده وبسعد جدا بتواجدك معايا حبيبك. اشكرك شكرا جزيلا.